محدش يقدر يشتري حب الجمهور أو يجبره يتابع حاجة مش عاجباه أو يسقف لأي حد ما يستحقش. هل قدم مسلسل الضحك الباكي نجيب الريحاني في صورته الحقيقية؟ هذا المسلسل فيه أخطاء تاريخية بشعة. عمرو عبد الجليل هو حاول الحقيقة لكن النص ما ساعدوش. أسوأ مسلسل ممكن تشوفه في حياتك عن سيرة ذاتية. ده تمثيل هزلاوي، يعني ده تمثيل كوميدي. وماذا عن مغامرات فاطمة الأصلي؟ ريهام عبد الغفور الملامح بتاعتها بريئة شوية، فالانفعالات بتاعتها والرياكشنات ممكن الناس مش مصدقاها شوية. وهل كان وش وظهر العمل الأفضل لريهام عبد الغفور هذا العام؟ أداء رائع جدا وحالة انسجام شديدة جدا بين إياد نصار وريهام عبد الغفور. أول حاجة خدمت النص ده اللوكيشن، طبيعية اللوكيشن. انتظرونا في المواجهة مع النفس السبت 11 مارس الساعة 11 مساء. أهلا بكم في العاصمة.